السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة منح من كل العالم. فرصة تدريب ممتازة ومموالاة بالكامل مع راتب شهري. الدولة المستضيفة لهذه الفرصة كما تعرفون هي دولة النمسا. بالنسبة لدولة النمسا فهي تعتبر من أحسن الدول وأغنى الدول في الاتحاد الأوروبي أو في العالم. بالنسبة للدول المتاحة لهم التقديم على هذه الفرصة فهي متاحة لجميع دول العالم، منها الدول العربية كالمغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، الصومال وغيرها من الدول العربية الشقيقة. أما بالنسبة للجهة المانحة لهذه الفرصة فهي كروم انترشيب، وهي منظمة معروفة في أوروبا تمول جميع تقريبا فرص تدريب وفرص تطوع وغيرها من الأنشطة. المرحلة الدراسية متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين ومن جميع التخصصات. إذا كنت من أي تخصص وأي شهادة يمكنك التقديم على هذه الفرصة فهي متاحة لك. أما بالنسبة لمميزات المنحة فهي توفر لك مصاريف تدريب والتطوع بالمجان. سوف يكون هناك تعلم اللغة الألمانية في فترة التدريب، سوف يقومون بتخصيص لك أستاذ للتعلم اللغة الألمانية بالمجان، وبعدها سوف تقوم بالحصول، سوف يقومون بالتقديم لك شهادة اللغة الألمانية. سيتم تزويد المتطوعين براتب شهري متناسب مع المعيشة في النمسا. كذلك المتطوعون أيضا قادرين على الطبخ طعامهم بنفسهم إذ يريدون، لأنهم سوف يقومون بتوفير لك مطبخ خاص بالمتطوعين. كما تعرفون وكذلك وسائل النقل سوف تكون بالمجان وعلى حساب المنحة للتنقل عبر هذه الدولة والمدينة كذلك. فرص التدريب والعمل توفر لك خطاب دعوة للحصول على تأشيرة بكل سهولة وبدون إرفاق يعني وثيقة تثبت بأنك لديك مال في البنك. كما كذلك الأموال الإضافية للسفر الترفيهي في العطل نهاية الأسبوع، سوف يقومون بإعطائك راتب خاص فقط لعطل الأسبوع إذا كنت تريد السفر والتمتع ومعرفة المدن النمساوية. كما تعرفون إذا كنت من الأشخاص الجيدين في أثناء التدريب سوف يكون متاح لك العمل بدوام كامل وبراتب ممتاز، وسوف يقومون بمساعدتك في الحصول على الأوراق والإقامة في النمسا. بالنسبة لأهداف التدريب والعمل، المهام اليومية التي سوف تقوم بها: استفسارات العملاء وطلباتهم الهاتفية والمكتوبة، الاتصال بالعملاء في الموقع كذلك، دعم موقعهم وقنوات التواصل الاجتماعي، كتابة نصوص مدونة قصيرة متعلقة بفيينا، المسؤولية عن توفيق جميع اتصالات العملاء والعمليات لديهم. إذا كان لديك خلفية اقتصادية تساعد أيضا في الحاسوب فهو شيء جيد، إذا كنت حاصل على شهادة اقتصادية في التدبير أو في التسيير فهو جيد جدا. بالنسبة لشروط التقديم، هذه الفرصة ليس بها حد أقصى للعمر للتقديم فيها، يمكنك التقديم بدون حد أقصى. وكذلك ليس مطلوب خبرة في هذا العمل حيث سوف يقومون بتدريبك على هذه المهام، يعني هما ليس ملزم أن تكون لديك خبرة عمل. كما وكذلك هذه الفرصة لا تحتاج شهادة لغة للتقديم فيها، يمكنك التقديم بدون شهادة لغة. متاح لجميع المراحل الدراسية كما قلت من طلاب وخريجين من جميع التخصصات والشواهد. بالنسبة للأوراق التي يجب عليك توفيرها، يجب ملء الابليكيشن أونلاين بشكل ممتاز، وكذلك إرفاق السيرة الذاتية على الطريقة الأوروبية، وكذلك تقديم خطاب نية يعني موتيفيشن ليتر ليتر دو موتيفاسيون يجب عليك كذلك توفيرها. بالنسبة لمدة التدريب والعمل، مدة التدريب فهي على مرحلتين، إذا كنت تريد اختيار فقط 3 شهور يمكنك كذلك كحد أدنى، وكذلك كحد أقصى هي سنة كاملة فهذا عائد إليك أنت. كما تعرفون بأن موعد بدء التدريب والعمل يكون بالتنسيق بينك وبين الفندق. نعم سوف تقومون بالعمل في فندق معروف في النمسا على حسب الوقت المتاح لديك، يعني سوف تقوم باختيار الوقت المناسب الذي تريد الذهاب هناك مع الاتفاق مع المنظمين في الفندق.
متاح لديك أهداف تدريب والعمل يكون بالتنسيق كما قلت مع الفندق. بالنسبة لآخر موعد للتقديم، آخر موعد للتقديم على هذه الفرصة سوف يكون في 1 نوفمبر 2021. عليك فقط التقديم وإن شاء الله أتمنى لك القبول في هذه الفرصة. الآن سوف نقوم بالاطلاع على الإعلان الرسمي للموقع بالضغط على هذه الأيقونة هنا، نقوم بالضغط عليها للذهاب إلى الموقع. هنا التقديم للموقع سوف يكون على بوابة erasmusintern.org، فهي معروفة بوابة معروفة في أوروبا، وهذا هو اسم يعني المكان الذي سوف تقوم بالذهاب إليه، هو Tourism Administration Business Study Management Science Economics and Informatics. سوف تكون في فيينا في أستريا، يعني في النمسا، بالضبط في مدينة فيينا. وهنا سوف تجد بيريود مرحلة، وكذلك آخر موعد للتقديم هو 1 نوفمبر 2021، وهنا سوف تجد المعلومات المتعلقة بالفرصة، جميع المعلومات سوف تجدها هنا. وكذلك بالنسبة للغة الإنجليزية، على الأقل يجب أن تكون لغتك الإنجليزية متوسطة، يعني يجب أن تعرف على الأقل بعض الكلمات، يعني يمكنك التحدث مع متطوعين آخرين. كما قلت، شهادة اللغة الإنجليزية ليست إلزامية، ولكن يجب أن تكون لغتك متوسطة ويمكنك التحدث على الأقل بطريقة متوسطة باللغة الإنجليزية. هنا سوف تجد المعلومات يجب عليك إرفاق. To apply, send your CV to هذا الموقع، يمكنك إرفاق على هذا الموقع، يمكنكم to apply, send your CV to Germany، يمكنكم إرسالها هنا، أو على الطريقة الأخرى عليكم فقط create أولا، بعد إرسال CV عليكم فقط إنشاء حساب. كيفية إنشاء حساب؟ سوف تذهبون إلى الأيقونة وتقومون بالضغط على قدم الآن. بعد الضغط على قدم الآن، هنا عليكم بالنسبة لكم الذين لم تقوموا بإنشاء حساب على هذا الموقع، كيف يمكنكم إنشاء حساب؟ يمكنكم إنشاء حساب بالضغط على sign up كمثال، وهنا عليكم إدخال إيميل خاص بكم. هنا سوف تقوموا باختيار I'm looking for an internship، وتقوم بإدخال إيميل، كلمة السر، إعادة كلمة السر، وتقومون بالضغط هنا وكتابة هذا الكود المتواجد في هذه الخانة هنا، وبعدها سوف تقومون بكرييت نيو أكونت. لقد قمت في فيديو سابق بشرح طريقة التقديم على هذه البوابة إيراسموس أنترن، سوف أقوم بإنزال رابط التقديم، يعني شرح فيديو طريقة التقديم على هذا الموقع في صندوق الوصف. طريقة التقديم سهلة، عليكم فقط تتبع شرح الفيديو السابق الذي قمت بشرحه من قبل، وبعد ذلك سوف تقومون بعد كرييت أو إنشاء حساب الخاص بكم، سوف تقوموا بملء إدخال المعلومات وإرفاق الصورة الشخصية لكم هنا، وبعدها يمكنكم سوف تذهبون هنا وإرفاق السي في إلى هذا الموقع، وهنا تكون قد قدمتم على هذه الفرصة. طريقة التقديم ليست صعبة، عليكم فقط تتبع طريقة الشرح. شكرا على مشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.